وينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس حكومة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الدكتور أحمد طعمة. أهلا ومرحبا بك دكتور. حياكم الله، أهلا وسهلا أخي العزيز، يا مرحبا. حياك الله. بداية، كيف تابعتم أنتم في الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية توقيع ترامب وثيقة اعترف بها بسيادة الكيان الصهيوني على هضبة الجولان المحتلة؟ بالتأكيد أخي الكريم، نحن نشجب وندين هذا التصرف وهذا السلوك، ونعتبره سلوكا غير شرعي ولا يغير من الواقع القانوني شيئا. هذا التصرف الأحادي من قبل ترامب وإدارته إنما يعبر عن استهتاره وإدارته بكل الشرعة الدولية وبكل المواثيق والعهود التي كانت تصر ولا تزال على أن الجولان أرض سورية، أرض عربية، ولا يمكن التخلي عنها مطلقا. وأنتم تعلمون أن بموازين القوى العسكرية هم استطاعوا أن يفرضوا هذا، ولكن هذا لا يعني أبدا أن الشعوب ستقبل بهذا، وهذا ما يخيفهم. هم يتمنون أن تأتي اللحظة التي تتقبل فيها الشعوب مثل هذا الوضع، وهذا لن يحصل أبدا. الشعوب مدركة بهذا الموضوع وتعرف بقرارة نفسها أن الجولان يوحدها كما وحدت فلسطين العرب جميعا، وكما وحد العرب جميعا الربيع العربي. دكتور، أنتم الآن تقولون أنكم ترفضون القرار وأصدرتم بيانا في ذلك، لكن يعني الأيام التي سبقت أثبتت أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعطي بالا إلى القرارات الأممية أو القرارات الدولية، فهي بالأمس احتلت دولتين مخالفة القرارات الأممية ولم يقف بوجهها أحد، وكذلك أعطت القدس إلى الكيان الصهيوني ولم يتكلم بذلك الأمر أي شخص، واليوم تعطي الجولان إلى الكيان المحتل المغتصب لهذه الأرض. إلى أي مدى يمكن الاستفادة من هذه القرارات لوقف تنفيذ قرارات ترامب؟ أنت تعلم أخي العزيز أن الأوضاع الحالية هي تتعلق بفارق الوضع العسكري، فارق القوة العسكرية، فهم يفرضون ما يطرحونه بسبب القوة العسكرية الغاشمة، ولكن في المقابل وكما قلت آنفا فإن الشعوب ترفض ولا تقبل أبدا بأن تتقبل مثل هذا الطرح، وما ضاع حق وراءه مطالب. إذا كانوا هم يعتقدون أنه بهذه الإجراءات سوف يمضون ما قرروه فهذا لن يحصل أبدا، وكل ما يطرح عبارة عن أوراق يتوقع، وعندما تتغير موازين القوى فما أسهل تمزيق هذه الأوراق واستعادة الحق السليم. إن استيلاءهم هذه الأيام على هذه الأراضي الطاهرة الطيبة لا يعني أبدا أنها قد أصبحت من حقهم، ولا يعني أبدا أن الشعوب سوف تسكت. في سياق الأمم المتحدة قالت أن وضع الجولان القانوني لم يتغير بالنسبة لها، ويستندون بذلك إلى قرارات مجلس الأمن. كيف يمكن أيضا الاستفادة من هذا التصريح، وماذا تنوون القيام به؟ بالتأكيد كما قلت آنفا فإن هذا القرار من قبل ترامب وإدارته يعارض كل الاتفاقات الدولية وكل قوانين الشرعة الدولية، ونحن نتسلح بهذه القوانين والعالم أجمع يعرف هذا. وأنت تعرف كم النسبة التي تؤيد القرار الأمريكي مقابل الرافضين لمثل هذا التصرف بما في ذلك الأوروبيين. السؤال الأساسي، نعم، وهذا موجه باتجاه حكام الدول العربية، إلى متى سيبقون يقهرون شعوبهم ويخضعونهم؟ وبإخضاع الشعوب وقهرها فإنهم يمكنون لمثل هذا القرار الأمريكي بالنفاذ، بينما لو أتاح الفرصة لشعوبهم بالتحرر فإن هذا أكثر ما تخشاه إسرائيل، وهذا أكثر ما تخشاه الولايات المتحدة، أن يستفيق الناس ويستعيد حريتهم وكرامتهم، وعندها لن يقبل أحد بمثل هذه القرارات، ويتحول الشجب بالحديث يتحول إلى فعل وفعل جبار.
رئيس حكومة الائتلاف السوري الوطني لقوى الثورة والمعارضة الدكتور أحمد طعومة، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.